وإلى اختتام أعمال الورشة التدريبية حول إعداد خطة لتنمية القطاع الزراعي بمدينة بلتن. حليمة السعدية يعقوب. انطلقت فعاليات آمال الورشة التدريبية حول إيداد خطة لتطوير القطاع الريفي بالمركز الإداري الريفي لبلتنغ، حيث أكف المشاركون خلال يومين في المداولات كافة الموارد الطبيعية التي يتمتع بها المركز الريفي، إضافة إلى عرض المشاكل التي تعيق تطوير الخطة والتطلع إلى الآفاق المستقبلية، حيث تناول الحديث أولا رئيس لجنة متابعة الآمال بإقليم وادي فيرة محمد موسى قمر، موضحا أن النتائج المتوقعة في هذه الورشة لها دور كبير في إيداد الخطة الإقليمية لتنمية إقليم وادي فيرة. من جانبه رئيس المركز الإداري لبلتنغ الريفي عمر شايب رجب في حديثه بالعمل الدؤوب التي تقوم بها اللجنة الإقليمية لمتابعة الآمال بإقليم وادي فيرة، كما ناشد المشاركون بمتابعة المعلومات في الدورة، وذلك من أجل إيداد خطة تنموية تشمل كل القطاعات الحيوية لشرقية عالم الريفي. كما شكر المنظمة السويسرية بتعاونها مع البلاد عبر دعم المشروع لتقوية الثروة الحيوانية في الساحل، ونشير إلى أن هذه الورشة تساعد في تحسين وتطوير العالم الريفي في البلاد.